مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده، تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. اوكي ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مره تغلط وتكلمني؟ سوري الفتره اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقك. ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوبر اللي انت فيه ده؟ المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت. مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. ذوقك جميل قوي.